إذا أذنب العبد لم يكتب الملك الذنب كم ساعة؟ ست ساعات. ست ساعات لا يكتب الملك الذنب. لعلك تتوب، لعلك ترجع، لعلك تعود. هذا كله أيضا من لطف الله بنا ورحمته بنا سبحانه وتعالى، وفيه المبادرة إلى إيش؟ إلى التوبة. حتى وإن كان من الإنسان أنه قد أذنب، فإن كل بني آدم إيش؟ خطاء، وخير الخطائين التوابون. ما دمت أنت من البشر من بني آدم فإن الذنب قد يعتريك، لكن الإنسان يجب عليه إذا أذنب ماذا يفعل؟ أن يبادر إلى التوبة. فإن ابن القيم رحمه الله يقول: وتسويف التوبة ذنب، يجب على العبد أن يتوب من هذا التسويف. فالناس يذنبون ثم يسوفون ثم بعد التسويف يتوبون من الذنب الأصلي، ولا يتوبون من إيش؟ من التسويف.